أما هلأ مشاهدينا ننتقل لمحطتنا التالية. وخلال الفترة الأخيرة كتير من النشاطات كانت على الأرض لمساعدة الناس، كتير من المبادرات والحملات كانت فعليا لتساعد كل الناس ومد يد العون فعليا لكل المتضررين بالزلزال. اليوم رح نحكي عن العمل الإنساني وأهميته وحملة أنتو بالقلب لدعم العائلات والأطفال المتضررين من الزلزال بالتعاون مع فريق جمعية قرى الأطفال الـ SOS وسوريا بتجمعنا بالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية. يعني نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا آلاء الأحمد كوسا مسؤولة استجابة الطوارئ لدى جمعية قرى الأطفال SOS، ومعنا لبنى مسوح مساعد إدارة المؤسسة سوريا بتجمعنا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. خلينا نتحدث بالبداية، كيف تم التخطيط لإطلاق الحملة وكيف تم التشبيك بين الجهات اللي شاركت فيها؟ يسعد صباحكم مرة ثانية. هلا نحن بموجب مذكرة تفاهم بين مؤسسة سوريا بتجمعنا وقرى الأطفال SOS، هي معنا وليدة اللحظة في مشاريع، ويعني كانت الاستجابة لها على الأرض للأسف يعني بالزلزال ترجمنا هذا التفاهم على الأرض، فصار في تنسيق قبل بدمشق وتم التحضير بالاجتماع مع جمعية قرى الأطفال SOS والتجهيز لهي الحملة، تم تنسيق الأغراض قبل السفر للاذقية وحلب. ست آلاء خلينا نحكي معك، يعني لما نقول قرى الـ SOS وسوريا بتجمعنا اساسا بيجمعكم العمل الانساني، يعني وهو الهدف الاساسي من جميع الحملات اللي عم يقوموا فيها اليوم. خلينا نحكي عن اليه التشبيك قبل ما نحكي عن الحمله، يعني حكيت انه في اساسا اتفاق بينكم وبينهم، بس كثير مهم التشبيك اليوم على الارض، يعني فعليا للوصول لاكبر عدد من الناس ومساعدتهم ومد يد العون. بنعرف لما وقعت الكارثه كان نوعين، يعني كان في فزعه جميله عند الشباب السوري كثير كبيره وبتفرح القلب، بس ما كان في تنسيق، نوعا ما كان في فوضى بسيطه. مع التشبيك شفنا لا التنسيق كان مختلف، كانت الدائره عم تتوسع شوي شوي بجميع المحافظات، عم تقدروا توصلوا لاكبر عدد ممكن من الناس، خصوصا مع الامانه السوريه للتنميه اللي هي عندها الداتا، فبصير في اسهل التعامل على الارض. صحيح. هلا خليني احكي بالاول انه نحن لحتى يصير هي الفزعه لازم نحن فعلا نعرف شو الاحتياج اللي هو اصلا موجود بهالمناطق. صحيح. فالشيء الحلو انه في الجمعيات بشكل عام هي عم تشتغل بكل المناطق، فنحن قادرين نحن نشبك مع اشخاص ثانيه لحتى هن فعلا يجيبوا لنا هي الداتا لحتى نحن نشوف شو عم يصير على الارض، لانه اكيد شخص موجود بقلب المنطقه هو قادر انه يعطيك فكره احسن من الحدث، يعني هو عاشه. صحيح 100%. فهن عاشوا الحدث، شافوا شو عم يصير، شافوا فعلا الاحتياج وين متركز، شافوا كيف لازم اصلا يتم الاستجابه له. وقت اللي بنشبك مع خلينا نقول جمعيات ثانيه ومنظمات ثانيه، فهون نحن شوي وحدنا طريقه العمل، قدرنا نغطي الاحتياج الموجود، قدرنا نشوف شو اصلا غطينا وشو اصلا لسه ما تغطى هو فعلا لساته بحاجه. فخلينا نقول بلشنا من هون، بلشنا من انه نحن شفنا وين هو الاحتياج، شبكنا مع الشريك تبعنا اللي هن سوريا بتجمعنا، شفنا هن شو تدخلاتهم الموجوده هنيك، نحن شو قادرين نامن بهذا المكان، شو هي مراكز الايواء خلينا نقول يلي اصلا تم تخديمها، وشو مراكز الايواء اللي هي خلينا نقول بحاجه اكثر لهي المواد. عن طريق هذا التشبيك، عن طريق هي الداتا، عن طريق جبنا المعلومات اللي هي فعلا موجوده على الارض وشفنا، خلينا نقول نزلنا وشفنا، احنا ما اكتفينا بانه يكون في عندنا داتا، لا احنا كمان شفنا على الارض هو فعلا شو هذا الاحتياج، بناء عليه عملنا هي الاستجابه اللي خلينا نقول نظمناها بطريقه بحيث انه نحن فعلا نسد هذا الاحتياج المطلوب بقدر المستطاع خلينا نقول، لانه اكيد الاحتياج جدا كبير، كبير كثير. مكان تماما جمعيه واحده او منظمه واحده او مكان واحد هو ما نو قادر انه هو يسد هذا الاحتياج، وطبعا في اشياء هي خلينا نقول استهلاكيه، فالاحتياج لها دائم بشكل دائم. صحيح. خلينا نحكي عن الحمله واسهاماتها بالضبط، وشو المواد اللي تقدمت والمساعدات اللي تقدمت بمحافظه اللاذقيه وحلب. تمام. نحن اللي كنا عم نعمله كنا عم نوزع سلال للأطفال اللي هن عمرهم سنة أو تحت السنة. هي السلال كانت بتتضمن حليب، بتتضمن حفاضات، بتتضمن ببرونة، حتى يعني حرصنا أنه يكون في لعبة شيء ممكن حتى الطفل أنه هو ينبسط فيه فعلا، حتى كان فيها خلينا نقول غذاء مثل السيريلاك، بس طبعا خلينا نقول تأمين هي المواد كان فعلا هو خلينا نقول تحدي من التحديات اللي نحن اصلا كنا عم نواجهها. اكيد واجهتوا صعوبات وصار عندكم 100%. في مشكله كانت كبيره بحليب الاطفال للاسف. 100%. كان خلينا نقول هو شيء استهلاكي بشكل دائم، الطفل بحاجته،
الكل هو فعلا بحاجته. في اطفال في اعداد من الاطفال هي عن جد موجوده حاليا بمراكز الايواء اللي هي بحاجه انها تتخدم بشكل مستمر، فهو استهلاك بشكل دائم. السوق ما عاد فيه هاي المواد بالسوق، السوق ما بيرحم والغلا ما بيرحم والتجار ما بيرحموا، ونحن امام ازمه اساسيه يعني كبيره من خلال الغلاء المعيشي والاقتصادي، وهي يمكن نداء لكل التجار اللي بتستغل الظرف. يعني شيء أسوأ الامور اللي بيحصل اليوم. خلينا نحكي معك ست لبنى، سوريا بتجمعنا، يعني لما نقول سوريا بتجمعنا فعليا هي بتجمع الكل، موجودة على الأرض منذ بداية الحرب على سوريا، عم تقوم بالعديد من الحملات والعمل الإنساني. خلينا نحكي عن هيدا الشغل المستمر، يعني نحن عم نحكي لما نقول إنه اليوم نحن موجودين مشان الأشخاص المتضررين، وهي دائرة كتير كبيرة للأسف، إن كان باللاذقية، إن كان بحما، إن كان بإدلب، إن كان بجميع المحافظات، الدائرة عم تكبر، يعني المسؤولية عم تكون كتير كبيرة وفي ضغط. ونحن عم نحكي عن غلاء معيشي، يعني لما نقول اليوم قدرنا نأمن 100 سلة أو 200 سلة، كل سلة تقريبا بتكلف 800، بعد شهرين بتكلف 1.5 مليون. صحيح. يعني هذا الأرقام بالزيادة. هون كيف عم تقدروا فعليا تشتغلوا على الأرض ضمن هيدا الغلاء، يعني ضمن كل هاي الظروف؟ في ناس كتير بتشتغل يعني بقلب أبيض، عمل خير كتير، وفي ناس ما بتحب تحكي وتذكر عن أسماء، بس فعليا كتير كتير في مجهود كبير وراء الكواليس عم تشتغلوا. هلا هذا الشيء اللي كنت بدي اقوله. هلا نحن كسوريا بتجمعنا من بدايه الزلزال كنا موقفين اعمالنا الاعتياديه ومتجهين لارسال قوافل للمحافظات المتضرره الثلاثه. هلا وكونه نحن جايين على شهر رمضان ان شاء الله كل عام وانتم بخير، هذا الشيء ما راح يوقف، راح يتحول لكل شيء كنا عم نعمله كمطابخ ميدانيه، وهي الاساس راح يتحول لموائد افطار موجوده للناس اللي بدور الايواء، للدفاع المدني، لعمال النظافه، للمتطوعين، لاي حدا لسه موجود على الارض. هلا الصعوبه اللي عم تحكي عنها هي نحن عم نواجهها من اول الازمه، مو هلا يعني حتى ببرنامج الادويه. تماما، ببرنامج الادويه كان كل فترة نحن مشروع دوائي مشروع مستدام، وهو عبارة عن سنة، وانت مجبورة تأمني دواء لهذا المستفيد على مدة سنة كاملة بشكل مجاني، فهذا كثير عانينا منه. وهلا مثل ما تفضلتي حضرتك، هلا يعني مثل ما قلتي ايادي الخير كثيرة، اصدقاء المؤسسة، يعني اصدقاء المؤسسة موجودين، الازمة بيزودوا ايادي الخير، هذا شيء مغريب علينا وشفناه بالزلزال وقبل. صحيح. يعني فأيادي الخير موجودة، أصدقاء المؤسسة الداعمين، يعني مثل ما تفضلت الآن سألاء، يعني طول ما الإيد بإيد موجودة إن شاء الله ما منوقف ولا منقصر، ما حدا منقدر نوصل لأكبر قدر ممكن من العالم. رح يكون في اتجاهات جديدة على المحافظات الأخرى ولا بس ضمن اللاذقية وحلب؟ هلا مبدئيا نحن هاي الحمله، اذا عم تحكي عن حمله انتم بالقلب، هي كانت مبدئيا اللاذقيه وحلب. هلا اكيد بده يكون في دراسه وخطه اكيد بالتنسيق مع قرى الاطفال اس او اس، ان شاء الله نقدر نكمل. يعني ممكن في خطط موضوعه للفتره القادمه ولا هلا كمؤسسه قصدك؟ هلا كمؤسسه سوريا بتجمعنا، نحن هلا عنا بحمله رمضان بيجمعنا مثل كل سنه، هي تقديم استفاده عينيه ماديه نقديه غذائيه، وهلا راح تكون شوي اكثر كونه في ضحايا للزلزال والناس المتضرره، راح يكون في موائد الافطار لا اذا الله اراد بالمحافظات الثلاثه وبدمشق وريف دمشق. يمكن من اجمل المشاهد خلال شهر رمضان المبارك هي موائد الافطار، موائد البركه، وهي اللمه رغم كل الظروف تلاقي الناس هيك مجتمعه مع بعض عم تفطر. خلينا نحكي معك ست الاء، لما نقول قرى الاس او اس يعني كمان عندكم ضغوطات ضمن هي الظروف، يعني انتم اساسا من البدايه مكملين بالشغل ومع الظروف الاقتصاديه والمعيشيه والاقتصاديه، ولما نقول اطفال يعني نوعا ما نحن الكبار مدركين للامكان للازمه للزلزال، الطفل منه مدرك نوعا ما لكل الظروف، انتم كيف فعليا هي الجوانب بتراعوها من خلال شغلكم؟ تمام. هلا نحن بالقرى اللي هي اصلا موجوده عندنا، وفي عندنا الامهات والمربيات اللي هن موجودين كمان معنا، قدروا صراحه يتداركوا هذا الوضع. نحن طبعا مكملين ببرامجنا اللي هي اساسا موجوده، مستمرين حتى تماما، حتى عندنا برامج تمكين الاسره كمان نحن هذا مستمرين فيه، مستمرين بدعم هدول الاسر اللي هي فعلا بحاجه، لحتى طبعا الطفل ما يفقد الرعايه بالنهايه. صحيح. لحتى نحن خلينا نقول ندافع عن هدول الاطفال. الزلزال هو صار واثر بالكل طبعا، اكيد اثر على اطفالنا، اثر على الكل يعني، فنحن خلينا نقول داركنا هذا الموضوع بطريقه خلينا نقول التربيه، كيف اصلا التقييمات اللي نحن عملناها لحتى نتاكد انه سلامه الطفل موجود بمكان هو فعلا سليم ومعافى وصحي لهذا الطفل.
تحت اي ظرف كان موجود. كان في دعم نفسي يعني؟ طبعا اكيد كان في دعم نفسي، وكان في بالنسبه لنا دعم حتى من ناحيه الانشاء الهندسي، حتى نحن نتاكد انه نحن فعلا هي نقطه مهمه للاسف، لانه الكارثه اللي حصلت يعني قدرت نوعا ما تكشفنا بعض التفاصيل الهندسيه لبعض البيوت او لقسم كبير من البيوت نشات خلال الازمه، واساسا لا تحمل كافه المقاييس. بس فعليا لما نقول قرى الاس او اس متجهه كمان لانتم بالقلب، كمان في مجهود كبير. يعني نحن عم نحكي مع انه في غلاء معيشي اقتصادي كبير، وبنعرف قرى الاس او اس من وين يعني اساسا المردود، وكيف فعليا عم تحاول تامن للاطفال كل الحاجيات، عم تقسموا فينا نقول هي اللقمه بالنص لا تمدوا يد العون والمساعده للمتضررين اليوم من الزلزال. لما نقول لاطفال تحت سن السنه يعني مكلف، لما نقول نحتاج مثلا حليب حفايض يعني منه مثل الغذاء العادي اليوم. صحيح. مثل ما حكى هو فعلا، خلينا نقول ايادي الخير عن جد كثيره، حتى يعني الاشخاص اللي نحن كمان كنا عم نتواصل معهم كمان هن قدموا تبرعات كثير كبيره. خلينا نقول كمان في توجه معين نحو الاغاثه بالنسبه لنا، كمان عم نحاول نحن يكون في عنا نشاطات كثير اكبر بهذا الشيء. تماما نعززهم ونقويه، خاصه بهالمناطق. خلينا نقول نحن بلشنا حاليا مع الاطفال اللي هن تحت عمر السنه، بس نحن مكملين. ممكن نعمل شيء له علاقه بالمدارس، ممكن كمان نعمل شيء له علاقه بسلة النظافه، ممكن كمان لسه يكون عنا نشاطات كثير كبيره ثانيه، ممكن شيء كمان له علاقه بتمكين هدول الاسر اللي هن اصلا تضرروا بالزلزال. هيك طبعا كلها خطط مستقبليه نحن ان شاء الله يا رب الله يقويكم. الاطفال يلي اكيد موجودين عندكم عم يتقدم لهم المساعدات، عددهم كبير ضمن المعقول، قد ايه يعني في احصائيه للعدد الموجود؟ نحن عندنا عدد معين من الاطفال، خليني اقول هو العدد اللي نحن اصلا القرى تبعنا قادره انها تتحمله. صحيح. لانه نحن بحاجه انه نحن نقدم خدمه متكامله، فانا اكيد بدي يكون عندي طاقه استيعابيه صحيحه وصحيه لهدول الاطفال. الاعداد كثير كبيره؟ لا، ما فيني اقول انه هي الاعداد كثير كبيره، فيني اقول انه هي العدد معقول. يعني تقريبا معقول، يعني تقريبا فيكي تقولي تقريبا بشي 100 وشوي هيك شيء تقريبا عندنا. فنحن الفكره انه هدول الاطفال لازم تقدمي لهم كل الجوانب الصحيه بحيث انه هذا الطفل يعيش حياة صحية متكاملة. فعندك طاقة استيعابية معينة، كادر معين، أصلاً حتى التجهيزات اللي موجودة عندك هي كمان معينة، فالاستقطاب بيتم على هذا الأساس. طبعاً في أعداد بتفوت، أعداد بتطلع، أعداد هي أصلاً بيرجع بيلم شملة مع أهلية، فهو برنامج خلينا نقول كتير كبير ومتغير. أكيد واجهتوا صعوبات ومشاكل وتحديات خلال فترة التجهيز للحملة، وهي صارت الكارثة فجأة يعني ما كنتوا حاسبين لأي حساب. الصعوبات هلأ خفت عليكم؟ خف الضغط؟ صار في سلاسة بالشغل أكثر؟ تمام. وقت اللي بلشت تبين الادوار خلينا نقول على الارض، بلشت تتنظم القصص اكثر. صحيح. بلشنا نعرف نحن اصلا لوين بدنا نتوجه. وقت اللي انا بحاجه اني انا اسال عن احتياج بالمنطقه، صرت بعرف فعلا انا شو هي الجهه اللي انا لازم اتوجه لها لحتى اسالها عن الاحتياج. صار في كوادر خلينا نقول مدربه على هذا الشيء، صار في عندنا فرق قادره تنزل وتقيم تعمل هذه التقييمات. يعني ببدايه هي الازمه خلينا نقول كان الموضوع شوي فيه صعوبات اكثر من هلا. هلا بلشنا شوي نعرف كيف نظمت الامور، كيف برمجه اكثر، وصار من عمليه التشبيك اسهل اساسا، وعدد الاحصاء والداتا كمان، لانه نحن عم نحكي عن عدد كثير كبير وعن مسؤوليه كثير كبيره تجاه هدول الاشخاص من المجتمع ككل، ان كان محلي وانا نحكي عم نحكي كان قطاع عام ولا خاص، هي تشاركيه. اليوم لنحكي معك ست لبنى، خلينا نحكي كل سنه انتم مستمرين بشهر رمضان بسوريا، بتجمعنا مثل ما ذكرنا من خلال افطار الصائمين، بس بعتقد يمكن كل سنه بتقولوا نحن حابين فعليا نوصل لاكبر عدد ممكن. في تحدي، في هدف بتحطوه مع كل سنه. صحيح. اليوم النطاق متوسع بسوريا بتجمعنا، عم نحكي عن كافه المحافظات. اليوم عم نحكي كنا نستضيف كثير من المبادرات، بيقولوا لنا مثلا شهر السنه الماضيه وصلنا تقريبا ل 500,000 شخص، عم نطمح نوصل لعدد اكبر. أكيد. هي السنه كيف الشغل رح يكون مختلف؟ اكيد. هلا هي السنه غير الـ يعني الحمله الاعتياديه اللي كنا نعملها هون، هلا غير اللي حكيته كمان انه انا الموائد الافطار رح يكون في ان شاء الله رح نتوجه بتقديم سلال غذائيه بالمحافظات. وحتى هون يعني احنا بنبلش اجمالا بحمله رمضان بشكل اعتيادي قبل بوقت، فهلا عندنا حمله رمضان وعملنا هي الحمله الطارئه، يعني صار بدام بده يتوزع على جهتين. هلا المحافظات راح يكون لها مثل ما حكينا غير الموائد سلال غذائيه، ونحن بالاساس كنا مستمرين بارسال القوافل المعلبات الغذائيه والالبسه والاحذيه والمواد الغذائيه للمطابخ. هلا برمضان
يعني ما بدي لك دراسه قائمه لانه هي هذا وضع كارثي ما في مجال لان يصير في دراسه طبعاً. فرح نتوجه فورا بارسال السلة الغذائيه وهون دمشق وريفه ومثل ما حكيتي هلا كل سنه نطمح للأفضل. يعني السنة الماضية ما كان في ما قدرنا نوصل السلة لكل المحافظات، السنة عم نحاول وراح إن شاء الله رح نقدر نوصل لكل المحافظات وخاصة المتضررة. طبعا عم بحكي غير دمشق وريفة لأن دمشق وريفة هي دائمة بكل سنة. أكيد أكيد. من الختام نتشكركم مجهود كبير عم تقوموا فيه، إن كان سوريا بتجمعنا موجودة منذ بداية الأزمة، ولما نحكي عن قرى الـ SOS نعرف قديش فعليا هي معنية اليوم بالطفل والإنسانية، ولما تشارك هي المبادئ مع الكارثة فالعمل أكيد على الأرض رح يكون أوسع. نتشكركم وشكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا كثير لكم وأهلا وسهلا فيكم.